كافيين معكم عالم الصباح، وبدي اقول يعني على الكومنتس اللي عم يجونا على الفيسبوك، في كثير يعني ما معقول قد ايه بحبوا وديع وقد ايه بحبوا الاغاني تبعوله، بس في كثير اشخاص عم بيقولوا انه اغاني للفنان وديع الصافي العملاق الراحل، كثير ناس بتحب تسمعه وقتها بيكونوا بالجبل، يعني مظبوط معهم حق، مع انه انا ما عندي بيت بالجبل، بس كل ما بطلع لفوق بسمع يمكن فيروز، ست فيروز، استاذ وديع الصافي، بسمعهم بتحسوا انه حنين وهيك ريحه التراب والارض رائعه، بس نكون عم نسمعهم. على كل حال كم عم تعزمني لعندها على الجزائر، عم تقول لي انه كمان كثير بحبوا الفنان وديع الصافي، واللي لاحظنا واللي هو معروف طبعا انه مش بس اللبنانيه بحبوه ومغرومين فيه، كمان كثير عرب و برا لبنان مغرومين بها الفنان الكبير. صارت معنا كارلا حاضرة، ورح نحكي عن المنقوشة وهذا الأكل التقليدي اللي معروفين فيه، بس أهميته وشو المنيح والمش منيح بالمنقوشة بخفيف نظيف. صباح الخير. صباح الخير. كيفك اليوم؟ ماشي الحال. وعسيرة المنقوشة طبعا بتوحي لك الضيعة كمان. كمان مظبوط. مع انه اهل المدن كثير عم بياكلوا مناقيش هلا. والساج كمان. وساج هلا، في عندك انواع كثيرة من المناقيش هون بالاستوديو. عم جرب قشط المنقوشة لمدير المسرح ما عم بيعطينا المنقوشة، الشباب كلها هون ما حدا قبل يعطينا منقوشة، ما في غير الشاف معقول يحن قلبه ويعطينا منقوشته. شو شاف؟ لا ما شكله، لا هرب الشاف. بلا شاف؟ لا بس لكي بس مفقوس. هلا على كل حال عنا ريبورتاج صغير عن المنقوشة، منشوفه سوا ومنشوف بعدين الشاف إذا رح يعطينا منقوشة. وزن العجين 80 جرام، قرص العجين لكل منقوشة، وشو فيها بقلب العجينة بشكل عام؟ طحين وسكر وملح وزيت وأكيد مي. باكل 3 منقوش من بعدها بتعلم دغري بجوع. عادة اللحمة بتشبع أكتر، بكل عشي دفوة برسمان هيك طيبة، بس بتشبع كتير برجع بطول ترجع أتغدى. بدي بليز منقوشة زعتر مع خضرة. أول شي هي ما بتنصح، يعني معروف الزعتر بيعطي إنرجي لكل النهار وما في يعني دسم مثل ما بقولوا. يعني إذا القرص 80 جرام بدك تحسبي نصه طحين والنص الثاني كل شيء، هو هذا مبدأ العجين. بحب الجبنة وأخف شيء بهسه كوبان موز وعسل. أكل منقوشة قبل وتحلاية هيدا بالنهار، الترويقة جبنة وزعتر، بس من عشية بيطلبوا قصص سجق وكفتة ولحمة ما رح اكله، بس منقوشته للشاف. شاف بس هيك عم نفرجيها لنشهي المشاهدين اذا بعد ما تشهوا من الريبورتاج. وليه بدك تشممينا وتقربي لنا اياها لهون؟ هيك لحتى حرام. لحتى تحسي مع المشاهدين صار في جوع. رولا المنقوشه مثل ما مبينه عندك هون، هيدي المنقوشه اللي بنحسبها نحن التقليديه او المنقوشه الوزنه عاده مثل ما كنا عم نسمع بالريبورتاج حوالي 80 جرام كعجينه. طبعا نحن ما عم نحسب شو فيها زعتر، شو فيها زيت، شو فيها جبنه، و في عندك طبعا انواع مختلفه من العجين، يعني ممكن يكون عندك العجينه اللي هي الاسماك، صح؟ هيدي هون العجينه وسط بتصور. وسط، وعندك المناقيش اللي بتكون معموله من خبز تنور او خبز ساج، ما رح نقول خبز تنور بس معموله على التنور او مخبوزه على التنور، وبتتسمى كمان منقوشه كمان على الساج. هلا المنقوشه اذا بتفكري فيها من احسن انواع التراوي، يعني لا بلا لي كنت متوقعه غير حديث. شوفي ليش حتى نحكي انا وياك نفصلها للمنقوشه. شوفي فيها عجين، اوكي عجين اللي هو مصدر نشويات،
فيها زيت اللي هو مصدر الدهنيات، واذا معموله من زيت زيتون بيكون احسن واحسن، بس هلا قليل الافران اللي بيستعملوا زيت زيتون بالخلطه، اذا الا اذا نحن عملنا خلطه واخذناها عند الفران. وعندك طبعا الزعتر اللي هو مفيد جدا طبعا، وقت يفوت على فرن 500 درجه بيخسر كثير من خصائصه، انما بضل منيح. إذا أخذت منقوشة على جبنة بعد أحسن وأحسن، لأنها بتاخذي مشتقات الحليب اللي هي الجبنة، وبعرف كتير أشخاص الطريقة الوحيدة للطعمي طعميهم حليب ومشتقاته أنه يأكلوا منقوشة جبنة خاصة الأولاد. هلأ عندك مشكلتين. أول شيء أنه المنقوشة بحد نفسها بين 80 جرام العجين، ولنقول ملعقة طعام من الزيت، هاي إذا قلنا منقوشة على زعتر، بدك تحسبي على القليلة ما يعادل 400 سعرة حرارية. يعني كثيرة لبعض الأشخاص اللي ممكن يكونوا عم ينتبهوا على وزنهم. إذا كانوا عم ياخذوها على جبنة على بس كارلا كمان ما ننسى انه الوقت، عم نحكي الصبح، يعني بعد معهم وقت هن لحتى يحرقوهم، واذا عم نقول كمان ترويقه بكير. مزبوط، يعني نحن اذا اخذناها حسب الواحد شو حاجته، اذا انا عم بحسب شخص بين لنقول بين 400 ل 500 وحده حراريه، اذا شاب اكيد هيدي كثير منيحه لإله، بس في حسنه ويجرب يختار، وهيدي عم بتصير بتزيد عندنا موجوده اكثر، هو انه بدل ما نستعمل بس الطحين الابيض او العجين الابيض، فينا نكون نطلبها تكون العجينه معموله من قمح كامل او من مجموعه من الحبوب، وبالتالي انت بتعلم من القيمه الغذائيه للمنقوشه، لانه العجينة بطل فيها طحين فقير، صار فيها لا طحين غني، غني بشو؟ بالألياف وبالأملاح المعدنية. الطاقة ما بتختلف رولا، بعض الأشخاص بيقولوا أنا عم باخذ منقوشة لايت أو منقوشة دايت، بتكون العجينة فيها عجينة سمراء، وهون بدنا نقول إنه ما رح تفرق كثير السعرات الحرارية، لأنه هو العجين نفسه بس مزبوط. عم بتعلى القيمة الغذائية، بس إذا عم ناخذها مثلا على جبنة حسب نحن شو حاطين بالجبنة وشو حاطين وأي نوع جبنة وأي نوع جبنة، وكثير من الأوقات الجبنة بيطحنوها وبيزيدوا لها دسم، ما بعرف اي انواع من الدسم، ممكن شيء بيشبه الزبده او شيء بيشبه السمنه، وهون بتوصل المنقوشه على جبنه اوقات ل 600 وحده حراريه. واو. اللي هن كثار، اللي هن كثير كثار. من هيك انا في لسه بتشبع من منقوشه وحده كمان، مثل ما سمعت بالروبوت وحده ثلاث مناقيش عم بيقول لنا الشاب بيرجع بجوع بسرعة، هيدي طبعا. طب ليه بيرجع بجوع بسرعة؟ ما بعرف، غريب، لأنه إذا أكل يعني الشباب هون بناكل منقوشة نشبع منها، أما لا لا منقوشتين بيصير في كريفينج سريع، صح؟ بينزل. ليش؟ لأنه خبز إنسولين. لأنه خبز أبيض بكون عم إيه مظبوط، بس وقتها تكون عم بيقول دكتور انه عاده الواحد بيمتص السكر او الطحين الابيض بسرعه، وبالتالي بيجوع اسرع. من هيك نحن بنفضل بهيك، خاصه الاشخاص اللي ما بيشبعوا من منقوشه، ياكلوا ياخذوا المنقوشه هي اللي معموله من قمح كامل، لانه السكر او الطحين، السكر الموجود بالطحين ما بيمتصوا الجسم بسرعه، بيصير بيطول اكثر لانه في الياف لقطته، وبالتالي ما بيجوع كثير. هلا اذا لاحظت في عندنا الصبايا بيقولوا لا بيشبعوا وبتطول لترجع تاكل، هيدا اكيد احسن. يعني انا اذا اكلت منقوشه بدي احسب كاني عم باخذ رغيف من الخبز، ما يعادل رغيف او ثلاث ارباع رغيف من الخبز. أوكي. حسب طبعا قد ايه وزن العجينه. هلا بالمعترف العام اجمالا بين 80 ل 100 جرام هو وزن العجينه، يلي تقريبا كمان بيكون قد وزن رغيف الخبز. يعني انتم اذا اكلتوا منقوشه على بكره كانكم اكلتوا رغيف من الخبز، وبالتالي وقتها بدنا ناكل، انه عاده يلي ما بيتروق رغيف من الخبز. بعدك عم تقولي انه صحيه. ايه صحيه، لانه وقتها تفكري فيها ارنيها بالكرواسون، الكرواسون كلها زبده او سمنه وما فيها شيء ثاني. الكرواسون ما بتشبعك وما بتشبعك، بدك تاكلي اثنين او ثلاثه، مشان هيك بناكل منقوشه. جربوا كلوا نص منقوشه إذا عم تنتبهوا على وزنكم يا صبايا، نقوا تكون مصنوعة من قمح كامل أو حبوب كاملة، وجربوا شوفوا بالعجينة أنه ما أو بالحشوة ما يكون فيها أكثر من ملعقة طعام
من الزيت اذا اقل احسن، والجبنه طبعا ما تكون أكيد. كثير دسمه. ثانك يو كارلا، شكرا لك، ورح نرجع نشوفك اكيد بكره هذا الاسبوع، بكره كمان. والمنقوشه هيدي اذا يعني اذا شيف شادي عباله ياخذ نصها والنص الثاني انا ما بزعل. رح نكون هلا اكيد مع دكتور الفريد كرم وبروبايوتيك بلس. كيفك اليوم؟ تمام؟ الله يسلمك. دغري رديت لها انت إيه على قصه المنقوشه. الموضوع كثير رائع، حسيت بصير واحد بيعمل كريفينغ. ايه اكيد، لانه اليوم ما عاد عم نحكي عن جليسيميك اندكس، عم نحكي عن جليسيميك لود، يعني مش قضيه بس قد ايه نحن الانجريدينت العنصر سكرياته عاليه، قد ايه سرعته بالدم. صحيح. وهون كل ما يكون اسرع كل ما الجسم يتجاوب بسرعه اكثر، بكب الانسولين، بشيل السكر من الدم، بحطه بخزنه كشو اسمه، لما يروح السكر بالدم اذا كان الواحد عنده كميات انسولين اكثر راح بيشوع بسرعه من الا كريفينج. من هيك حسنت الوضع وقالت له كله قمحه كامله او مع المنقوشي شو بناكل خضره طبعاً. حتى الالياف تبطئ سرعه السكر. والبروبايوتيك شو بيساعد اذا بدك لحتى نكفي على الموضوع؟ ليكي ليكي اذا صار معه التخمه او اذا صار عافيكي عافيكي انا حفظتها انا هون بدي عافيكي هون وين بيدخل الموضوع بشكل كثير، لانه بنلاحظ بعض الاحيان بنكون بالضيعه او بنكون بالبيت او بنكون حاط فرن كويس، بنلاقي اللقمه طيبه ما عاد تكفينا الكميه اللي هي عاده تكفينا منقوشي او نص منقوشي، بنروح لاكثر. هلا حسب الطريقه اللي اكلنا فيها، اذا اكلنا بهدوء برواق ومضغنا الاكل مضغ كامل وما شربنا كثير مع الاكل اكيد ما راح يكون في التخمه، او التخمه راح بتكون اقل. لانه بعض الاحيان الناس عندهم معده حساسه وجهاز هضمي حساس، هون ما فيني الا اقول لهم البروبيوتيك بلس مهم لهم، جدا مهم، لانه هن راح ياخذوه كعلاج، رح ياخذوه كطريقه يقووا فيها البكتيريا داخل الجهاز الهضمي حتى يحسن النفخه يزيلها كليا، حتى يحسن من الهضم ويشيل مشكله خاصه اللي عنده مشاكل بالمعده عسر الهضم طبعا، وكل ما تعب النفخه والغازات. ليه نحن بده يكون في عندنا غازات؟ وليه نحن بدنا نعاني من ارواح فم كريهه؟ وليه نحن بدنا نعاني من عصر هضم ونفخه واشياء من النوع؟ ليه؟ مظبوط. نحن يعني نحن مش يعني معقول ما نكون احسن من رفقاتنا اللي هن بيعيشوا بالطبيعه الحيوانات، لا نفخه ولا غازات ولا عصر هضم ولا امساك ولا، اذا في شيء غلط بدنا نصححه. الاكثر غلط هو انه ما عم ناكل اكل طبيعي، ما عايشين ببيئه قريبه للطبيعه حتى تاملنا كثير بريبايوتكس كمان، يعني عم يصير في خليط أوكي. بالاكل لانواع الاكل عم نتفنن كمان، عم نروح نحو الاطيب، نحو اللي فيه لذي اقل، اشروا لنا القمح، اشروا الرز، اشروا الحبوب كلها. حتى نحن ببيوتنا بنقشر التفاح، لما اشوف واحد عم يقشر التفاحه بكون كانه عم بيقشرني انا، بكون عم بحس انه ليش عم بيشيل التفاحه وقشرتها. من هون نحن بنقول انه ضروري ضروري نرجع نعيد الحياة على طبيعتها، نقرب من الطبيعة أكثر، وإذا ما فينا ضروري نتزاكى على الوضع اللي نحن وضعنا فيه مش بإرادتنا، وناخد بكتيريا من الخارج أفضل ما وجد السوق العالمي. أنا ما عم بقول فقط بلبنان، أفضل ما وجد السوق العالمي، وما عم بشوف حالي لأنه نحن عم نقارن، نحن عم نروح، نحن موجودين بالسوق العالمي مش موجودين بس بلبنان، ما منخلي حالنا يسبقنا أي شيء لأنه بدأنا قبل الكل، بدأنا من كتير. تفضل عنا تليفون يلا رح ناخده من ثروت من لبنان. ألو يا أهلا، صباح الخير. صباح النور. معك ثروت من بيروت. يا أهلا وسهلا ثروت، تفضلي. إذا تريد بدي أسأل الدكتور ألفريد كرم عن، أنا عمري 47 سنة وصار معي صدفية. نعم. وهي ممكن بتعرف إنه هي زيادة بالمناعة. نعم. هلا إذا أخذت البروبيوتيك ممكن يفيدني لهالحالة ولا صعبة؟ مع إنه عندي كثير حساسية بجسمي. نعم. يعني شو ما أكلت بصير عندي حساسية، بهارات، حر، كل شيء تقريبا عندي حساسية. يعني لاحظتي سمعتيها شو قلت؟ أنا سمعتك مليح شو قلتي، وكنت بدي أدخل هلا سهلتيها على الناس ليتقبلوا مني الكلام، أوكي؟ شو اسمها؟ ثروت. ثروت. ثروت، إيه نعم عيني، بدي لك شغلي. ليه بنت 47 سنة بدها تعمل بسورياسيس؟ شو اللي بيخلي إنه 47 سنة يمضوا وهلا تعمل بسورياسيس؟ شو بيخلي إنه التحسس على البهارات وشيء؟ يعني كلها علاقة مصران. نعم. إذا المصران هون، الجهاز الهضمي هون، ما كانت البكتيريا حاميته، ما كان طريقة
المناعه مشتغله مع بعضها، المناعه اللي بنقلها لانه قالت هي مرض مناعي وعم تسالني اذا بعرف، عم اكد لها هالشيء. اذا سمح بتسريبات، صار الجسم عم بيشوف الاكل الطبيعي اللي هو عم بيتسرب بطريقه غير طبيعيه او اكبر من حجمه او شيء، عم بيشوفه انتاغونيست، عم بيشوفه مضاد له، وعم بيتعامل معه ك عم بيتحسسه كشيء ضده. من هيك هي صار عندها تحسس وبسورياسيس ومتعب البسورياسيس. شوفي ثروت، تعرفي على البروبيوتيك بلس، خدي اول اسبوعين حبتين بعد كل وجبه طعام، وبعدين كفي على 6 اشهر، ارجوكي على 6 اشهر انت 3 حبات، وتعرفي على السي ام او. السي ام او ستيل ميريست اولييت، جدا مهم لكل الامراض المناعيه، بنعطيه لكل الاشخاص اللي عندهم متاعب مفاصل وما بعرف شو، بالالتهابات مفاصل والاوجاع المؤلمه اللي هي من امراض مناعيه، انت رح بيساعدك بشكل كبير ليرجلج هالمناعه اللي انت بحاجه لها. خديه حبتين على الريق وحبتين قبل النوم، يعني على معده فارغه، على الريق بتكون معده فارغه، وقبل النوم لازم تكون معده فارغه، لازم تكون اكلين قبل ساعتين ثلاثه قبل ما ننام بهالطريقه، واشربي مي لابد الا ما ناثر على البسورياسيس 60 70 80%. ما عندنا المقدره بعد نقول بنصححك، لكن حلو الانسان يعيش كانه طبيعي بفضل ادويه طبيعيه. صحيح، عندنا تليفون كمان من سهيله من دبي. صباح الخير. الو. ايه يا اهلا. صباح الخير. بس بليز بس تسمعينا من بوجورين، تسمعينا من صوت التليفون مش من التلفزيون. توطي بليز. الو الو. ايه بتوطينا بلي صوت التلفزيون، بتسمعينا من الاباراي؟ هي يلا. اوكي تفضلي. الو بونجور. بونجور يا هلا، فيني احكي مع دكتور كرم؟ تفضلي يا عيني. بليز دكتور، انا بدي اسالك عن جوزي، عنده زلال بالدم. نعم. بيقدر ياخذ بريتك بلاس الدواء؟ اكيد، عم شاف اطباء وعم بيعطوه الادويه اللي هو بحاجه لها. مش عم بيعطوه دواء للزلال ولا اي شيء، عم بيعطوه طيب على القليله ال 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 الحميه الكافيه. ما قالوا له شيء عن الحميه، قالوا له بس عن شتقات اللبن والحليب. اوكي، يعني نوعا من الحميه اعطوه اياها مش هيك؟ ايه. انا بنصحه مليح بالكرافس، الكرافس هيدا ال الكرافس، هيدا كتير مليح قد ما في ياخذ منه، يبعد عن اللحمة الحمراء. ايه. النية أبدا ما بده إياها، وياخذ بروبيوتيك بلس على القليلة بالبداية حبتين بعد كل وجبة طعام. عنده متاعب بالمشي، عنده أوجاع بجري؟ لا 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 ما في. إذا قد إيه عمره؟ عمره 76. العمر كبير وبعد ما عنده، نشكر الله يعني. ليكي يمكن يعني مش هالقد حالته صعبه، عنده بروستات هو هلا. البروستات اوكي. ليكي يعني بالنسبه لهالقضيه هيدي، البروبيوتيك بلس رح بيساعده لاثنين، البكتيريا رح تحميه لانه انتي انفلاماتوار، حبتين بعد كل وجبه طعام اول اسبوعين، ويروح حبه بعد كل وجبه طعام قد ما في بالوقت وبالعمر، حتى نقدر نهيئ له افضل رده فعل لجسمه على هالمرضين هودي. يعني اكيد ما بيتاثر. صحيح ما بيتاثر، بالعكس بالعكس عم بنصحه. في اشخاص بيكونوا بحاجه اكثر من غيرهم، هو من الاشخاص اللي بحاجه اكثر من غيره للبكتيريا، ما فيها الا ما تفيده، مش اذا ما فادته ما بتضره. قد ايه وقت مفروض يعني بده ياخذ الحبتين بعد كل وجبه طعام على اسبوعين؟ نعم. حتى نهيئه بسرعه لهالبكتيريا تاخذ مكانها، لما نطول المده، وبعدين يروح 3 اشهر 6 اشهر قد ما بده، روح على سنه، شو وين اذا 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 الافاده كبيره له، ليش بده يترك حاله تحت رحمه المرض؟ مزبوط. اوكي، وخاصه انه ما في دواء. البندوره النية والبندوره المطبوخه ما بتسويش. مزبوط 100% صح. من هيك انا اعتبرت انه الحميه، ام زدت شغله صغيره ياكلها، ما قلت لك ما بده ياكل، قلت لك عن اللحم النيه ما ياكلها، وياكل الكرافس اكثر، افضل له احسن، ويوميا اذا في. نعم. نحن بقضيه هالامور هيدي ما بنقدر نمشي الا مع الاطباء ومع الطبيب اللي اعطى ادويته للمريض. نحن ما بنحكم على التلفزيون، نحن بناخذ وبنشوف قد ايه الحكيم، قد ايه الطبيب طبيب المريض قدم له مساعده بفضل الادويه، ليه ما بنروح بنساعد الطبيب والمريض والدواء على افضل
على افضل امتصاص. البروبيوتيك بلس ما راح يروح يخربط عمل الطبيب، ما راح يروح يخربط عمل الدواء، على نفس الموجه بيمشوا، ولا راح يروح يخربط المريض، ما راح، راح يروح على جهاز هضمي الجسم طالبه من الاكل او الكل، وما عم بيجي من الاكل، عم نعطيها بطريقه طبيعيه، ما اشتغلنا شيء، نحن عرفنا الطبيعه، عرفنا الخالق شو قدم، وعم نقدمها بطريقه طبيعيه حتى يقدر يمتص الغذاء افضل. المريض بده غذاء احسن، بصير يمتص الغذاء ويمتص الدواء اللي عم بيعطيه الطبيب، ما عدا الانتيبيوتيك. بناخذ حبه البروبيوتيك ساعتين بعد حبه الانتيبيوتيك لنستفيد، لتكون الانتيبيوتيك نعمه ولا يصير كليا، ما يصير نقمه علينا. اوكي، انا بدي اتشكرك، ثانك يو طبعا دائما على المعلومات اللي بتعطينا اياها ومساعده كل اللي عم بتصلوا فيك. الله يخليك، بتشكرك عن جديد. رح نتوقف مع فاصل اعلاني، ومن بعدها بنكون مع كيندا بارض ورد، وبتستقبل اتصالاتكم مباشره على الهواء. باي. انا جايبه مع اليوم منقوشه زعتر.